ثوم عشانه بروستد، وقالوا الشباب يبون ثوم بسوي ثوم. يا جماعة الخير والله العظيم على طريقة المطاعم، ولا بماخذها من الانترنت ذي يعني. أيوة قديمة، كان عنده مطعم ريبي قديم. أيوة اللي يبي يعرف يسوي ثوم ركز معي، حط لك ثلاث أربع حبات ثوم. أيوة افتح أيوة هذا بيض شايلين الصفار، صفار البيض شايلينه يعني. بيض مع ثوم. ايوه حط البيض مع الثوم. هذا ملح الليمون اللي يسمونه جهر اللومي، حط شوي منه على حسب الرغبة. حلو حلو حلو. اصبر اصبر الحين سكرة شق الخلاط، وهو قاعد يخلط تضيفون الزيت، ولا الزيت تدريجي وهو قاعد يخلط الثوم مع البيض، بس لازم لازم يكون الزيت دوار الشمس، يعني ما يكون زيت الذرة، دوار الشمس اللي هو زحلت. أيوة شقل شقل. جماعة الخير نسيتها، ملح، نسيت الملح قطع، نسيت الملح. والله ما بجرب فيكم والله. من كثر ما قوامه صار ثقيل يا جماعة الخير. فتحة فتحة طبعا بعطيكم سر، ترى ثوم المطاعم ثوم بشكل عام يعني قايم على الزيت، فلذلك لا تكثرون منه. اللي عندهم مرضى القلب وعندهم الكوليسترول عالي ما يصير الزيت زيت مريض، يبدا زيت. شوفوا قوامه كيف، والله هذا اللي ننظر منه. اي والله هو بدويش ضقه، والله لذيذ. والله طعمه حلو، بس ذق ذق، والله طعمه حلو والله. ايش رايك؟ ما بهذا الثوم ها؟ المطاعم ولا باي مطاعم. طبعا يا جماعه الخير بعض المطاعم تشوفون الثوم رايح على على حموضه، زد ذا تبي حموضه زد ملح الليمون. الحموضه زين ولا زيد ابو دويل؟ لا والله ما يبي لك تسوي فيها. يلا نقوم نسوي البروست. لو كثرت ثوم يا ابو معاذ يطلع في ريحه ثوم قويه ونكهه ثوم قويه، يعني ما تفتح فمك يا واحد بتتكلم الا ريحه ثوم، كأنك ماكل ثوم. والثوم بس نكهه، يدخل نكهه، الباقي بيض وزبادي. شوفوا يا جماعه الخير القوام ما ينصب اصلا. ليش ما ينصب؟ وش اللي جمد؟ خلاص اللي جمد تجمد. هذا الثوم الطبيعي يعني من المطاعم، بس في مطاعم يقول لك خير ما يدري. انت قلت ثوم وزبادي وبيض. ما مو بزبادي يا جماعه الخير، ما حطيت زبادي انا، يقولون الشباب ان انا قلت زبادي، انا ما قلت زبادي. لا لا ملح ليمون وملح وبيض بدون صفار وثوم وزيت دوار الشمس ويطلع ثوم. وعلينا وعليكم بالعافية. يطلع ثوم يطلع ثوم. لماذا مريد؟ لماذا لماذا؟ ايه لماذا بعض المطاعم لونه اصفر الثوم ماله؟ يمكن يحطون شيء اسمه لا، يمكن بعض المطاعم يحط البيض مع صفاره. عرفت ابو دويش؟ يحط البيض مع صفاره. ايه يمكن بعض المطاعم يحط البيض. ليش ليش ما صار ما لا 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 بس بس. طبعا يا جماعة الخير اليوم بنسوي بروست في قدر الضاغط. أيوة الجدر الضاغط ذا الشيء تشوفونه بنسوي فيه بروست، وبعلمكم بعد طريقة البروست نفس المطاعم. والله تعشينا العقال يا جماعة الخير، بعلمكم الحين بعد طريقة البروست. الله أن بيزعلون علي اصحاب المطاعم، بس ما عليه. افتح. هذا يا جماعه الخير دجاج وخل وماي وهيل مطحون وفلفل اسود مطحون
وبصل مطحون وزنجبيل مطحون. وبعد ما نسيت شاي ما نسيت شاي بس هيل مطحون وفلفل اسود وجنزبيل مطحون وبصل مطحون ومويه وخل وبقسماط. البقسماط تحطونه مع الماي. الحين ننشف الدجاج من الماي ناشفه تنشيف تام تام تام. بعد ما ينشف الدجاج تماما يصير ناشف نحطه في الطحين ونحطه في قدر الضغط وبتشوفون البروست اليوم. وش تجار رجال مستغربين من الطبخ شكله بيسويه بالبيت ترى يعني مركز يعني اقول بس استريح استريح لا لا اسمع انت مركز صح ابيك تعيد طريقه البروست ما بسيطه. طحين مال شو اسمه الطحين مال شو اسمه الطحين للجيمات عندهمه يقعد ما يسويه ها زنزبيل جنزبيل مو بزنزبيل عندك بعد شو اسمه ذي شو اسمه اللي قلت انت مصاش اسمها اليراقه ايه بس خلاص خلاص استريح 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 هو ده العامي طبعا يا جماعة الخير انا كنت اسوي البروست بنفس الطريقة ذي في ماكينة المطاعم بس اول مرة بسويه بجدر الضغط ومتوقع انه راح ينجح باذن الله عشان تسوونه في البيوت. الله ريحة الخل. طبعا يا جماعة الخير فرشنا الدجاج على السفرة لازم قبل القلي ينشف. دقيقة ولد عمي لازم قبل القلي وقبل لا تحطونه في الطحين لازم ينشف عن الموية تماما يصير الدجاج ناشف. في تبيك ضروري ايش تبي ايش طريقة البروستك شو يسوونه ها برسة حق حبي وحياتي وغناتي ايش تبي ابي طريقة البروستك برسة حق حبي طريقة ايش طريقة البروستك البروستد مو ببروستك يا ولد عمي البروستك هذا بروستك يسمونه بروستد بروستد اي سجل عندك سجل بس لا حياتي وغناتي خلاص درينا والله سجل سجل عندك سجل اي ها طريقة البروست طريقة البروست دجاج دجاج وزن الدجاجة الواحدة دجاجة اي 8 كيلو وزن الدجاجة 8 كيلو شلون؟ دجاج عمي لازم الدجاج البروست يصير 8 كيلو تأكد يعني إذا ما حصلت تشتري 6 كيلو يلا دجاج الواحدة 6 كيلو وزن 8 كيلو كيلو ايه اي او 6 كيلو ايه لقص عليك يا خمسة قلت 3 كيلو لقص عليك 8 ما قلت 3 كيلو انا ما عليك من انا انت تبي الطريقة ولد عمي ولا لا سجل سجل عندك سجل عندك سجل زين بعدين ليمون الخضار دقيقة ينقع الدجاج ينقع الدجاج الدجاج في ماء في ماء درجة ملوحته درجة ملوحته ملوحته زيرو زيرو شلون زيرو؟ يعني ماي حالي ماي حالي ماي حالي يعني بارد اي اي بارد زيرو زيرو بوينت بوينت زيرو بس خلاص عادي خسرين يلا علمني الباقي. بعد نقع الدجاج وبعد نقع الدجاج الدجاج يضاف إليه يضاف إليه اسكت خربت عادي شغل التعلم يلا يلا وري المشكات بعد وبعد وبصلة خلاص خلاص بعد ما تحط البصلة ومنيت صفراء ايه بعد والله انا معطيك وجه ما هو من هول بلا منك انت ومخك انت وهالشعبت اللي جاي انا مصاد قبلك انت صعد خلاص اليه اليه صلصلة صلصة بسك في صلصة ايش فيك انت ما تبي الطريقة ولد عمي سجل ولا عليك صلصلة حمراء صلصلة حمراء حمراء وبصلة بيضاء وبصلة بيضاء وثومية صفراء وثومية صفراء سجل الكرة هاي 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 طريقة البروست طريقة البروست طريقة القاجر يضحك عليك شوف على اسمع اسمع علمك ايه طريقة البروستد ايه دجاج ايوه وزن 8 كيلو و 6 كيلو ايه بط اسمع عاد انا اخذ طريقة ايوه ينقع الدجاج في ماء ايه
ايش؟ في مان بار حار بنت زيرو زيرو. ايه تحت الصفر. ايه واللي قال لي وبعد نقعد دجاج. ايه يضاف اليه صلصلة الحمراء. ايه وبصل عادي ولد عم، اذا ما حصلت صلصلة احمر تقدر تحط صلصلة اخضر. ماشي او شوف عيد انت بسورها عشان اسوي بيت. دخل ثاني ارسل. يلا عليكم والله ما اقول يبا احنا ناخذ من الرجال. سجل انت خرابيط. بعدها يا ولد عمي وبعدها تكب الرز. نعم وتصير كبسة. شو الطريقة ذي؟ شو الطريقة؟ ان شاء الله. صحيح سفلى. ايوه وين وين من لا زعلان يعني زعلان الحين يروح يعني يروح يكلم حب حياته. يعني يسمع تكرمون سلبه هناك يجيك الحين وش ما يبعد اللي علمت عاد المريفي احنا نسوي في البيت استوى. اي شنو اللي استوى؟ فيرش اسم اللي قلت لك علمته طريقه الكبسه. اي كبسه دي كبسه تبي تسوي كبسه دجاج وبجيك. انا عارف اطبخ انا بين البروستيل بروستيل كبسه بروستيل خلي ياخذونها من سنابي. راح سنابك. ايه يدخلون على سنابك اللي عيالك يدخلون وياخذون الطريقه زين. صدق بهالمناسبه ما عمري شفتك تطبخ. كم من الجميع ما عمري شفتك تطبخ. مدري يا ابو دير يا اخي نبي انه مره يطبخ. يطبخ يطبخ جيد بدوي. يلا يلا خلنا نحررنا. يلا يلا عيب يا ابو معاذ. استحى على وجهك يا ابو معاذ. تسحب شماغ الرجال يا ابو معاذ. ايش غتت يا عيب عليك يا ابو معاذ. استحى يا ابو معاذ. مش قدامك شوي احترام. هذا احنا اللي صرنا ما نخلط عليك ابو معاد رجان. طيب قلت لك انه مرتضى اللي اخذه هجوم علي. شفت ابو العين بالجراده. شفت ابو العين شفتك تمسك الغتره. خلاص 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 يا بدوي. سامحه سامحه عشاني سامحه عشاني 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 سامحه. ولا الحيه والله ولا كان علمتك عدل الحين خلاص خلاص. ايوه هذا الطعين مع البقسماط. ايوه بس 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 دقيقه دقيقه قبل لا تحطها في الزيت طقها خلي يطيح الزايد منها. ايوه ايوه الحين حطها. يلا يلا اللي بعده اللي بعده. زيت 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 يلا يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. يلا 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 واحد يساعده واحد يساعده يا شباب. شو يسوي ذا؟ اسجلها. ايه سجل. ليش؟ طحين صح؟ لا ده ما بطحين ذا. جوبس جوبس. جوبس. بدويش بدويش انفضها انفضها لا قلبت انفضها زين. يلا عد على السريع ويا ويا ابو خالف ويا ويا ويا. اليه طحين. ايش يحطها ايش يحطها؟ ها. طبك كله برا. يلا يلا يلا. حطونه في الزيت. شو يسوون؟ ثم يحطونه في الزيت القالي. يحطونه في الزيت القالي. يلا 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 بدويش يلا يلا استعجل يلا استعجل استعجل استعجل. تسلم ايدك يا حبيبي. لا لا بس 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 خلاص ما خلاص والله عدل والله عدل ما عليك ما عليك. يلا يلا يلا. الله يجزاك ارتفع ذا الله يستر. نوقف خلي على دفعتين مرتاح. خلاص كسر الضي. ها كسر الضي. لا 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 اذا انترس خلاص نقفله ونخليه على دفعتين. رضي يلا الحين سكره سكره على السريع. يلا لا يفوض له برا يا شباب. يلا يلا يا شباب سكره سكره سكره. 10 دقائق يستوي ان شاء الله. ها 10 دقائق يستوي. ايه تفكر شوف عندي بعد انتين. يلا يلا والله مرة ايه نسكرة ما شميت. تمام تمام شو هذا؟ تمام اقعد هنا اقعد. لا سمعته يصفر لا سمعته يصفر واجد صواوة قوية قل لي. ها ليش؟ عشان لا ينفجر الجدر. صدق ينفجر؟ ايه اذا صنبغط انضغط زياد ينفجر. كيف تعرف اذا انضغط؟ تسمع صواوه. وتقعدان هنا؟ ما بقعدك هنا بس نبهني لو سمعت صواوه نفتح البلفونت الموضوع. زين خلاص خلاص خلك بس مركز النوري. خل صوتك مركز. سمعت صواوه اقول لك ايه لان في مره من المرات في جماعه مسوين بروست الجدر زي ذا
وانفجر يا النوري. انفجر يا النوري فجأة كذا كلهم راحوا فيها ملح. انفجر قوي. يا ابو كيان يعطيك العافيه والله. كفو يا ابو كيان. كفو يا ابو كيان. طاطس مقرمش والله. كفو كفو كفو. تخصص 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 ابو كيان. فنان ابو كيان ما شاء الله عليه. شاهد ابو معاذ والله. الله يعطيك العافيه يا ابو معاذ. الشاي فيه راح القوري. جيب القوري جيب. لا 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 حرب عليك والله حرب والله حرب. معاذ حرب. شاي شاي يمدح فيه. يلا 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 نشوف اول تجربة برست في جدر الضغط. ما شاء الله. برست ولا مش برست يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ عطنا الملاس افضل. نشيل بالملاس افضل. احسن ما فيك انك بس عارف تطبخ لنا بس. شوفوا يا جماعة. عليك اطبخ. مريض ليك ما تفتح لك مطعم. مريض ليك. برست ولا ما برست يا جماعة؟ استوى استوى. والله برست. تفتح لك مطعم يا نادل. شوف الخطوات الآن ماشيين 100%. البروستد يعتمد على التتفيل وعلى شو اسمه. ما عليك يا ابو معاذ خلك وراي بس وتنجح. والله بروستد هو شيء فيه. شوفوا يلا ما عندبر. ها شو تفكر؟ شيلها شيلها بس شيلها بالملاص. ما يحتاج بشويش بشويش. هذه طبخ لله انت. كافو كافو كافو. ودويش دق دق القرمشة دقها. شوف شوف دقها. شوف شلون متقرمش على كيف. ترى بكفك على وجهك اللدب. شايفه يا ادم. ابو معاذ ابو معاذ ابو معاذ ابو معاذ. حار اكيد حار. شوف شوف صوت القرمشة باين ولا مباين؟ واضح. ها كيف؟ والله اللي بعده اللي بعده. يلا دفع الثاني. طيب. طيب ما نسوي الثاني سبايسي. انا احب السبايسي تكون شلون. ما عندنا فلفل احمر. الا في 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 تطولها بعد. والله والله لذيذ يا جماعه. مو بعشان انا مسويه زين. لذيذ. واخر وجهك نحط الدفع الثاني. واخر وجهك بدويش. جرب جرب جرب. نفخت لك البارده. كيف يا ابو دويش؟ ايه بس عاد ابو معاذ لا تقعد تمشي وتتذوق تمشي تتذوق. نقدر نجيب سيرة. طول طول عطى عطى نور. امسك النور. جر 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 جر. حار. يلا 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 يلا. لا بعد عمري تبي تذوق. طف الجاج. شقله قلنا لك طاوله. رحت طفيت. ها خلاص عاد ابو معاذ. ما يصير خربت الشكل كذا يا ابو معاذ علينا. بس كفو 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 كفو. يلا يلا نستنى البطاطس. ليش ما قالتهم جميع؟ جب البطاطس والبطاطس يولي. يا حبيبي الدجاج ما بعد يخلص كامل. سويناه على دفعتين. شلون جب اللي استواه؟ ما يصير ناكل كلنا دفعة واحدة. على كيفك دفعة واحدة؟ جب اللي استواه جبه. اللي استواه جبه. ايش فيك انت؟ هذا العباد.
طلعت على المسار ها راحت السرعه بسرعه مسكين يبي يفرش لك البطانية اصبر 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 تحط لي انت حين انا قايل له يوزع بالعدل وما تحتاج كذا ايه خلي الوزب العدل والتعدود مقصوص الفخذ بعدين قسم محل المضغوط حبيبي خلي حط العدل ولا لا يحط يلا يلا خل واحد يحط غير بدوي اذا هذا النوري تهاوشت وياه شلون احنا التنكر ذا يلا طالع بذا حال حالهم مو بتطلع عرفت الطريقه الحين اي حق وش انه بتجنبز بتجنبز شلون يعني ياكل له خاطف خاطف قال لي ما هذا يضحك عليك يعني الحين عجب الله عليك 8 كيلو بعض وعثمان كيلو يعني الحين البروستد اللي سويته انا خربطه انت عادي بس ما في دجاج 8 كيلو 4 كيلو الله يخليك انا دجاج عاد لي ايش فيه على قد على كل على كل واحد على حسب حجمه ابو دويش دويش تعال حط لي تعال حط لي منه تعال يلا اللي بعده من على حسب حجمك اقعد 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 بدويش حط حط لي حط لي حط لك انت حط انا بس بدويش حط لي دقيقه دقيقه حط لي لا دقيقه لا ارفع 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 ايش حاط لي يا بدويش حاط لي من القطع اللي ما استوت عاد اسكت بس بدويش انا واخوي عادل اخوي وقلبي عاد عدو بدويش ها بدويش حط حط لي زياده ما يكفي اللي حطيت شو زياده حط لك شو زياده ما في زياده تروح بالعدد صدق انك ما تستحي قاعد اطبخ لكم وذوق اسكت بس اسكت تطبخ لنا جبنا بالعدد ما طبخت واجد اقول اقول الشر عليك اللي مخليه يوزع اي والله اي والله بقول له ايش اسمه بطاطس بطاطس انا اطر من كان اطر من كان عدل اطر من يا اطر يا ذي ما اعطيكم بالعدل بيك تقروضها تقروض ذي نحاشب نحاشب ابو دويش نحاشب نحاشب خليه اخذ دقيقة دقيقة ابو عاد ابو عاد ابو عاد يا الله اصبر عط عط اللي يبي عط اللي يبي بس خلونا نتعشى استاذ مريدك المره عاد على فخذ ما كيف يا شباب بعد فخذ العريض شلون فخذ العريض العريض امسك يا بالله انا اتكلم برسول الله انجليزي ما يسمونه يبا ما يبا ما يسمونه الفخذ العريض يسمونه ورك ورك يا ولد عمي ايش فيك اي والله عطنا اكل 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 بس الله يعافيك اكل اكل ايش يسمونه جناح ولا يسمونه الفقاره يسمونها فقاره عطي فقاره 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 امسك هذا هذا الفقاره امسك اقعد 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 الفقاره امسك تعال الفقاره يبقى في البعير في الجمال خلاص خلاص اقعد اقعد اعطوا اللي يبي اعطوا